عمري هو صار عمره 25 كل عام سنة. وانت بخير، كل عام وانت بخير، صحة وسلامة، سلامة لك. تبصت أعوذ بالله. عباس وين؟ أنا أقول لك شو أنت طالع وجهك حلو كأنك دا صور ببرو، كأنك هيك غير ببرو هو، غير أنا ما أحكي. دوان كل مرة عم مظلوم، كل مرة والله طالع حلو. اي والله بالله العظيم انا ما دعيت لا بارك لك، طالع حلو باللايف، اول مرة اشوفك حلو باللايف. هسه انت عايدني عوف الله، يعني شنو اشوفك من كبير صاير؟ اقول لك شلون صورتك؟ ما طالع؟ بس يمك ما طالع. كان شلون اشوف شورتي؟ نزله وارجع صعدك. انزلك وارجع صعدك عباس. يلا 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 نزلني. راح ارتسد اللايف مالتي. لا شنو خشمي كبير، شنو هاي مكبر خشمي على النقاط؟ كلش صح صح. ليش كبير؟ غير الفلتر، غير الفلتر، غير الفلتر. علق لك عباس. احا شو بك عمري؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاذات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. حسن كامل منصور العنزي داج راسي احترمك والله. احترمك حسن كامل حبت. لا ترى كنا نزلت عليه يا راسك. شلونك شخبارك؟ اقول لك ها شنو هاي ساعات طلع من شلون بعيد ميلاد؟ شنو السوالف هاي؟ والله ما ادري بوقران فت قديم والله. يا زمن يا زمن احنا يا زمن احنا ضامن لك مفاجاه باشر اول. اقول لك والله كذاب يا اخوي، ما له مفاجات هذه. بس انت صورك ما ادري كانك ما تدري يعني. اه ما ادري ما ادري ولا دريت اصلا ولا انت صاحب جاي لايف. لا اي عافية عافية. اقول لك قول حبي شنو دور جيراننا؟ اطفال جاي يسوون بعيد ميلاد اي بي بيجي توي. وتخيل تخيل احنا ب 2020 يعني. تخيل شنو صدق والله العظيم بعون وصلنا اطفال ديمشون ديمشون يسوون عيد ميلاد، عيد ميلاد يسوون ويحطون كيك ويحطون عليه عمرهم وهم اطفال. بعوين وصلنا يا الله. والله ما بدي احكي لك. وقت تغير حسن كامل، وقت تغير. انا جاي اتعلم. عباس اطلبني هديه عزيز بالعيد. اي لا تجيبي هديه. بالقران باكر تجيب لي وي هديه منصور بالقران. سمعت؟ يلا يلا هذا هو. باكر باكر صوركم، باكر صور بلوك عيد ميلاد منصور. وينزل عليك. ايش راح تسوون؟ والله ما ادري. لك سوى راح كأنك ما تدري، كأنك ما تدري. أنا ما أدري والله. مفاجأة رجعت خلاص. إيش بيه عباس؟ ليه؟ ها؟ ما قلت لي شنو بفز. أقول لك طالعين طالعين كنا لو بس وجوهنا. هسا حسن كامل طالع كله. واني. أنت هسا طلعت إيه؟ إيه. حسن كامل. حسن كامل. شنو قصة اللي هذا سيمبا؟ يا هوت. سيمبا سيمبا. اوه يقول لك صار مشاكل. سؤالك انت ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ سؤال في النبات وسؤال في الغابه. ما جاي اتحمل هذا يا ماري، ما جاي اتحمل. اقول لك ما ادري شنو صاير، يعني صاير اشكالات. هذي شعركات وبرو ماكس يا اخي محتار يا فلتر حطيت. شوف ما عاجبني هذا النقال. قلت هو البرو ماكس تخليه له حلو، اي حتى بلا فلتر حلو، يعني هو كاميرته حلو. والله اذا حطيت بدون فلتر ما طلع حلو. هم تطلع هو برو ماكس. حطوا لك كل البنات برو ماكس فاضي. هذا شلون هسه حسن كامل طالع؟ اقول لك حظي ها؟ حظي سيمبا تدري شنو سالفته؟ اي انا اقول لك هذا مو انطرد شاله سوى له هيجي فوق بالافريقيا. اوه سيمبا هذول الزعاطي الضباع وهذول الذئاب زعلوا. شلون يشيل سيمبا ما يشيل ولد؟ صارت بيناتهم حزازيه. اي منطق كليشه حطوا لك كليشه.
لقبات. اقول والله ما ادري، مشكله مشكله. اقول لك انا اقول نرجع للموضوع. ولينا طالع لكن وين بعد وين نودي؟ ليش تطلع قريب؟ الله يصلح الاحوال ان شاء الله ترجع الامور. هذا شاروخان ايه على اساس متعارك ويا ماوكلي ايه ومجرجره ابن الغابه سلاح لمين من فوق التله وحق بيبرح وحق هذا السقف ما اخذ من التله مسحول السحول قال هيا يا ماوكلي الناب شنو متعارك ماوكلي ويا طرزان ايه تقنع لي بيناتهم انا اكو شغلات يمكن ما اقدر احكيها وياك باللايف هنا بس اكو سوالف يعني منصور ما ارد احكي بيها ما ارد احكي بيها ويمتى تخلص هالمشاكل هاي يمتى؟ والله زعاط يطفى تحيد لا قاعد يحكي موكي بقيرة سوفي على بقيرة مسوي بقيرة يا اخي نين باقي والله زمن تخيل هم تورا قام يقارن نفسه بالمعلم سبلنتر والله زمن وكيت وكيتي والله ولك معلم سبلنتر تعب على نفسه لقى اربع سلاحف خلاها لي سولفن بالجسمه بالزباله وعلى بي سي 3 مغبوصين وطالع على بي سي 3 وعلى بي سي اكشن وعلى نيكلوديان وما حد حكى وياه ولا قال عن المعلم سبلنتر تجي انت هم تارو طلعت بيوم وليله على سبيستون عيد ميلاد جد صلي هذا اسمه سد البحر. أقول لك هذا عيد ميلاد سبيستون شنو فيلمه؟ ويا سامحنا بعد من عيده بعد من عيده آخر مرة. الله يصلح لي عقلك. أقول لك. قول. ملحق على عيش سفاري. أوه. سوري. والله سبع مواسم يوم يوم أخذ يوم الغار وقاعد ماذا حسن الشافعي كان شو اسمه هذا حسن كان دربهم على بي سي 3 على اساس هو ما له علاقه يلا اخوي تحملنا الحمد لله الحمد لله على كل حال شوف دائما نمر بهيج ظروف احنا والله العظيم نشكر الله ونحمده هذه كواكب مشاكل شيء ذاك اليوم تعاركون والله كوكب مغامرات جماعه طافرين على كوكب ابجد جاتوا غير كوكب ابجد انتم بقى والله لو هذول كوكب شو اسمهم ذولا كوكب اكشن طافر على كوكب زمرد مال البنات شنو لك احنا مدارس بيناتنا الله يا منصور نسوي عيد ميلاد نسوي المفروض تعلن حزن تعلن حداد لا حول ولا قوه الا بالله احسبها علي احسبها علي اخوي انا اسف لا اخوي هي صايره مشاكل وما لها حل وحق هذا الله وشن بياز على اساس جمعت بيت تيمون وبومبا وسيمبا علي تعال فهمني ليش لما طلع بينكي وبرين هذا الفار الصغير والفار الطويل شو ما حطوهم ويا سيمبا شو ما حد فتح حلقه ليش ما حد فتح حلقه اخوي ما حد يحكي ما حد يقدر يحكي اخوي ما حد يقدر يحكي شكلك والله اسد الغابه سبيس تون مشاكل انا ليش طلعت من عندها وراء السؤال عيد ميلادك عام تخير ايوه شباب عام انت بخير وان شاء الله الله يبعدك ويزيدك حبه وصلابه ويزرع بداخلك الناس الحبابه الله ويبعد كل طلابه ما ايه ما قال لي حبابه حبابه طلابه يعني كبابه يبعد عنك ايه ويبعد عنك كل طلابه كل طلابه ايه هسه وكره عيد ميلاده وكره حياته وكره الساعة اللي فتح بيها اللايف وكره الساعة اللي عرفت يا حفظ وصحت يلا الحمد لله والشكر أقول لك هاي شنو الشعراء لكم مشاكل هنا جا تصير
عشان كامل هسه هذا مو موضوعنا هذا. اليوم انا عيد ميلادي. تمام؟ لهنا احنا حلوين. احنا وياك. ما بيناتنا اي مشاكل، لا غابه لا اسد لا نمر لا ذيب. لا ماكو. عندنا معادل. تمام. حكي الحق ليش ينزعل منه؟ لا اخوي ما ينزعل. لا ما ينزعل. لا لا لا. عندنا معادل حكي. عدل عدل. لا اخوي. وانت على حق. شباب اليوم جماعتكم بهذا اللايف البسيط والعفيف والشريف. كيف؟ عفيف والشريف؟ اي فانا اليوم جماعتكم على مو شنو تحضرون شيء الي يعني مثلا هديه مثلا يعني شيء بسيط يعني. فد برو ماكس 12 برو ماكس فد 100 دولار ترضى. اي عفي عفي هو جاي قزانه. انت ترضى شيء بسيط بسيط. اي شلون؟ اذا مثل واحد حول لك من متابعي 200 دولار 300 دولار 100 دولار تقبل حاول تقتنع بها. عادي عادي ماكو اي مشكله انا ما ارد شيء. حاول تقتنع بها يعني عادي كلش كافي. نعمه 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 فضيله يعني ما ارد شيء احنا. هو حد بشيء بسيط بس مو اسمه حاول 100 دولار 300 ها. ايه يعني ايه بس يعني الحكي هم موجه لكم يعني شباب. احنا ما مشمول الشباب اللي يدز هديه هاي انا وسيط المنصور او كنا ما ادري المصروف. اقول لك هسه عيد ميلادك اليوم الليله. اي والله حشاك. زين احنا ايش يعني؟ يعني ها ما لنا علاقه؟ ها لنا علاقه؟ صحيح كلامك. ها احنا لنا علاقه؟ ايه بس هذا المنصور صديقنا. ها يعني احنا لنا علاقه. زين انت ايش راح تجيب لنا بيوم عيد ميلادك؟ صدق ايش راح تجيب لنا بيوم عيد ميلادك؟ عيد ميلادي انا. ايش راح تجيب لنا؟ مو على اساس تجيب لنا هديه بيوم عيد ميلادك؟ كل ساعة تسد من ولدك بيه. ركز هو عيد ميلادك منصور هو غير منصور هو صح. اليوم عيد ميلادي عبد 12 عيد ميلادي. هم يجيبوا لهم هديه صح لو غلط؟ صح. انت ايش راح تجيب لنا بعيد ميلادك؟ اه يعني انه صحيح. هنا صحيح. بعيد ميلادك بعيد ميلادك ايش راح تجيب لنا؟ بس ببالك وياي. عيد ميلادي انا. عيد ميلادك انت منصور المبارك صار عمره 25 بشهر 11 يوم 25/11 عيد ميلادك منصور المبارك. اي. هنا الناس اوكي اوكي هسه هنا افتهمك وحده وحده. الناس يجيبون لهم هدايا بعيد ميلادهم. اي. وانت اليوم عيد ميلادك منصور المبارك. اي. بيوم عيد ميلادك احنا اصدقائك، ايش راح تجيب لنا هدايا بعيد ميلادك انت يوم عيد ميلادك انت؟ صبر صبر بالك وياي فتحه بالك وياي بس ركز. انا انا عباس وحده. شوف عباس زمانه ما يفتي تمام بس خليني اقول لك سالفه واحده خاف على ربعك واصدقائك بس انت غلطان عبوي تدري ايش وقت هذا عرفتك انت متغير؟ اي لما تلفي بزازين ببيتك وبتشن باسد الغابه ما تعرف تلفي ليش ما يعتبر بزونه؟ ما يعتبر بزونه مو بزونه؟ مو بزونه ما لا لا ابوي ضل يحسك فاهم الحيوانات غلط انت قل له اسد هذا تداني اسد يفترس عادي قل له ليش لا والله تغيرت شنو معناتها تلفي ببيتك بزازين وبتشذي بالاسد ما تذكره بدعوه ما تحطه بالبيت ايش بيت عوفه متكبر هذا متكبر خويه مو اوكي الاسد متكبر على عيني وراسي اللاب وش بيه انثى بقير عندك هسه ماك مو هالجواد ما يخليها تطلع لا حبه لا خليها تطلع انتم مثل ما العتاوي تخلي بزازين عندكم الاسود هم تخلي الابوات ترى الاسد من انواع عمي من انواع ولد عشاير حبه ولد عشاير ما يقبلون عنصريه عندك عنصريه ولا احنا بيان زمن اكو عنصريه ما بين الاسود والبزازين. شنو ذاك اليوم بزونه يعني بزونه بالزباله قاعده تفتر الدور تنحس بالقطيه مال الروبه وبزونه قشر ما يضحك
ما ضحك زين ما ضحك اقول لك اه مشاكل انا راح اسكت بس انا راح اسكت بس انت نفسيتك تغيرت انت هنا انا عرفت نفسيتك تغيرت اي والله صحيح في هذا اليوم الحمد لله على كل حال يلا الحمد لله لا حول ولا قوه واخر الاحزان ان شاء الله شوف ان شاء الله ان شاء الله بعد يلا اخر الاحزان بعد ما تنعاد ان شاء الله هي هاي هي هاي وش اسمه احنا بلفين شرب يعني كان لازم ترضى ترضى شو اسمه يلا الحمد لله ان شاء الله الله يرحمه ويرحم الله والدي الله يرحمه لا ضج لا ضج منصور لا ضج لا ضج لا ضج هاي ازمه وتعدي ان شاء الله هي هاي هاي في الحياه هي اقدار اقدار قدر ويصير في اشياء يحط لك اقول لك اقول لك يزوجك بناس اقول لك زينب تقول لي اليوم عيد ميلادك قدرك هو هاي هاي هي هاي ربك يزوجك يا احط لك عيد هاي مناسبات هي انت والله ما اجيب لك هديه باكر احنا اخر العزاء اي شيء تحتاج احنا اخوي يعني ما موجودين الله يوفقكم الله اخوتي جزاكم الله خير صابرنا مغلق يعني لا تاكلها احنا اخوتك فعلا اخوتي والله كفو منكم احنا منا ورايح ايش منا ورايح متبرين من يعني ويا انا جيت خير نفسي اسوي شاك حسن حسن صار بزوره حسن كامل حسن كامل اكو وحده تسوي هيك قلقتني هاي شو تريد؟ ما مبين مبين بالله شنو هيك؟ هاي تسوي هيك هاي قلقتني يا اخي والله قلقتني هاي انا وياها قصه طويله لو تنزلت جواد الشوارع يا هاي لا احب لا شو تقص لي اياها تقص واحده تجي الثانيه هاي مثل الشوارع يلا يلا حسن عايف عايف عيد ميلادي وحاب بالشعر هاي تروح وترجع سوي لك كمتى وماك رد طق اللحين خوي احنا اليوم فاتح لايف وعيد ميلادك قدرك وخلي صعد العالم تواسيك صعد محسن خلي واسيك صعد منصور وطريبه خلي ومرتضى يواسوك اليوم انت بعدها قدرك يا اخوي الحمد لله على كل حال الحمد لله راضي بقدر الله الحمد لله قلت لك احنا اخوتك انا وحسن من هذا اللايف حبين واسيك محسن يكتب نفسه يقول له يكتب لك هديه شنو رايك بالشعب العراقي يعني الحمد لله الحمد لله الشعب العراقي شعب الله وصلت مواساتنا اليك وهاي اشكركم اشكركم شباب رحم الله وديكم فينا سمح حسني واسيك يصعد لايف واسيك بيوم بس انت بعد ما تحتاج هديه واحتفال اسمك المبارك مبارك يعني هاي فعلا فعلا والله شباب فعلا الزحمه زحمه يعني بس احنا نقول نعمه شيء يجي من الله الحمد لله والشكر هون هون يلا تدرون كنت فرحان ومنطلق من شفت هالوجوه هالثنين اقوم اروح اشوف الشاي بو منصور منصور وقت نفسي ايش كاتبه زينب كاتبه بالستوري لايف مو والله يكون ضحك بالمو يا دي جبت نفسي العدد هذا ما ضحكت حسي خلي روح لنفسي خي واسيك محسن اليوم عيد ميلاد منصور اردك تواسي خطيه مبارك له واسي واسي يا ابو بالله منصور المبارك اخوي واسي اخوي واسي اخوي عبيدي حياك عمرك واسي عفوي اليوم عندنا تصعد لايف الحمد لله على كل حال باركت لبيكم وخابرتك العام وانت بخير كفو منك والله اخ عزيز وغالي محسن تستاهل كل خير والله محسن مو قدامك مو قدامك بالله العظيم كنت فرحان ومنتظر وما اعرف شو اسوي بروحي
صعدت هالجوز دول الثنين كرهوني بام العيد ميلاد. خايسين خايسين هي يلا خويا تهون تهون ساعد ساعد العالم خطواسيك ساعد العالم خويا ساعد انا حيل حيل يعني انا حيل حزرت على عيد ميلادي مثل ما حزرت انا كنا نمر بهاي المرحله كنا نمر كل المر هاي هديات لان هديات محتفظ بيها الله وكيلك دنيا فعلا الناس خيره شوف هدياتي دنيا هاي الكاروكو ها شو اسمه ويلا الله كريم تهون الله كريم الله كريم يلا خويا يلا احنا نستمحك عذرا وهذا حسن كامل بعده حاير يزحف هاي وخلي العالم يتعايدك وان شاء الله باكر انتظر وانت بخير باكر نواسيك باكر بعد ايش سويت العيد ميلاد ايش تدري بعد؟ لا بعد طيب ما فايده يلا الحمد لله شكرا ربي يبعد عنك نخلي بيتك بعيد ويبعد عنك كل طالب يلا اخويا بعد العالم خواسيك شباب اي واحد يريد يدز هديه منصور انا موجود اودي له الهديه امانه الله بالنص ثانيه كامله دزها ما اخذ منها اي شيء هاي فاطمه تقول هاي يا خوش حفاظات اريد اسمها البنيامين كون في بيبر رقم 5 عد عباس يلقيها يستخدمها يردوهن اعطيكم اياهن والله شو اسوي شبري بالغرفه بس ولو هاي هديه احتز بها مال طريبين خطيه يعني بعد لازم احتفظ بها للكبر اضمن ولدي جهالي اي واحد اي هديه المنصور تجيني انا ادز لك اياها كنا ميت اشتريها وادز لك اياها يلا شباب اذا تبون تفاجئوا هاي 100 دولار 200 دولار انا استقبل عادي يلا وبكر عندنا المنصور حلو الاستلام يمك حلو 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 باي باي شباب باي 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 حبيبي باي باي بس هذا وجه ما واحد عيد ميلاده خربوا علي العيد ميلاد مالته كله صعدت لي شلون اثنين عزيز استحيلي اي يا هو يصعد لا خلي يكتبوك بالتعليقات يلا كتبونا بالتعليقات يا ويصعد مالي يطربونا يغنونا انتي قاعدة يمي اريد احنا ناس يغنونا صوتك حلو انتي تغنين غني هنا يلا خلينا نسمع حتى اصعدك تغني اخر غني ماشي يا اسف قلت عمر باكر ضروري اشتريك هديه خلي اشوف والله حبيبه قلبي كبرت سنين يا الله نصعد هسه مرتضى لو تفيدي شلونك حبيبي منصور؟ هلا حبيبي صورتك وين؟ هسه بس خليني اطق الضوء تسمعني؟ منصور انا هديتي كليجه وزع منها عود المتابعين وين هي؟ خل اشوفها انا الكليجه اقلك شنو كنكت على اللي شو اسمه؟ على الراوتر الصغير لا ضعف عندك البث كلش والله؟ والله شو لا لا يلا هسه منو يسعد الله خلي نشوف اصواتكم نشوف نسولف وياكم عينو ما تنصى فيك اللي خاب ظني فيك لازم نبالي نمحيك ضمك لك ياها اي جزاك الله خير خلينا نشوف بعد منو موجود بالله داز كست حبيبس قلبي صعد ابو الروض ما موجود اعتقد فاتح لايف هو لا ليش اكو ناس جاي صعدهم ما جاي تطلع صورتهم انا قلبي واقع قلبي
شلونك حبيبي؟ هلا عمري، هلا والله. هلا بالورد. من صحتك؟ والله بخير الحمد لله تمام، انت شلونك؟ جاي يشوفون الولد صاعد وياي لو ما جاي يشوف؟ انا ما جاي اشوفه ترى. صورتك هم ما طالع عندي. صورتك هم ما طالع عندي. ليش؟ هاي شنو السبب؟ صح صورتك واضح. بغلاوي بغلاوه طيبه. انا راح انزلك وارجع اصعدك مره ثانيه لان ما اعرف شنو السبب. ماشي بالله انزل انزل حتى اصعدك. يلا. هل ليش من جاي صعد تروح صورتي؟ ما ادري اعتقدك. لا مو كنت صاعد طبيعي، بس حتى بالبداية من صعدت عباس هم نفس الشيء. والله خلينا نجرب آخر مرة حتى إذا حتى إذا ماكو بعد ما نقدر نصعد. أي حسة تمام. هلا حبيبي شلونك؟ شلونك شلون صحتك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك حبيبي. عمري طبعا هذا الفانز مالتي. عمري. حبيبي. شلونك أخبارك؟ الله من كثر حبه لك سوى هذا الفانز. عمري عمري أنت في دول قلبك حبيبي. من وين أنت؟ أنا من بغداد. هاي على رأسي والله، على رأسي بغداد. تسلم حبيبي. ايش قد عمرك؟ 18. العمر كله إن شاء الله. الله يسلمك. عندك موهبة شي لو ماكو؟ لا والله كثير ماكو. عمي خاب غني غني خلينا نسمع صوتك. والله صوتي هنا بمو حلو. ليش؟ والله هنا بمو حلو. يلا غني أنا وياك لعد. يلا. شنو غني؟ بيبك. أنت اختار. أنا ما حافظ أغاني باي. والله. أنا هم صوتي رايح من جيجاير. والله. إي والله جيجاير دماء. يلا. اليوم هوسنا. إي. اليوم هوسنا الأماني بدارك، ولو تصير الموت هم نختارك، شعبنا غيرك يا العراق الغالي، وفوق عن نجمات حلوة أخبارك في ساحة التحرير لما تناسنا، وبس لك يا عراق هاي انفاسنا، لودوان وشوق رفع راسنا، لو تصير الموت هم نختارك، وبين الجسر والساحة الوطن عالي جناحة، رادوا يمسحون اسمي بس كتبت المساحة. هذا السعدي تسأل وبكل تمام الأول، رانا نقفل على القيرة. عمري عمري شرفتنا حبيبي. الله يسلمك حبيبي. حبيبي يلا خلينا نصعد بعد متابعين. هلا بيك هلا. عمري عمري حياك هلا بيك.